على فكرة كانوا هنا قريب. هنا السلاح. الناس دي قريب هنا. احنا بنشوف كوبات شاي وبنشوف السجاير مطفية يا دوبك. صور. البتاع فيها ريحة؟ ها؟ صور الحاجات دي. صور. ايه ملف رشاش بروينج السلاح هنا موجوده هنا السلاح ده كله سلاح دفتر الاحوال انتهى اليوم على بركه الله تعالى اللهم قوي ايمانهم بص اللهم قوي ايمانهم السباحه والرمايه ورجوع الخير اللهم قوي ايمانهم افتتاح يوم طب يلا تعالوا نتحرك يا رجاله تعالى طيب عايزين بس نشوف فين الزنازين دي اللي مش جدا فيش نور كان الشارع في الضلمة خزان دي على فكرة طبعا فيها بلاوي ده ما هم حاجة الناس اللي تحت الناس ممكن نعم وبص القلب دي هاك 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 تعالوا يلا نتحرك عارفك لا عشان نتحرك مع بعض يلا استنيك والله يا عافية بظهر ربنا ولا عارف كده ما الفكرة دي كلها دورات على فكرة ما هو واضح ان دي حتة بتاع التدريب يعني جنب المستودع بتاع السلاح يلا قبل ما الجيش يجي ما بالظبط عايزين نحاول شباب ايه ده؟ ايه الحاجات دي؟ تلفزيونات عادي فاضيه و طب حاسس المكان ده بتاعته قديم احنا عايزين ننزل تحت هنا طب ده ايه ده حد دخل هنا مفيش اي حاجه مش لاقي اي حاجه هنا واضح ان طب ايه واضح ان هنا ايه ده هات الكره هات النور هناك كمان طيب